أتمنى لأخواننا في غزة، في الضفة، في كل فلسطين تكون السنة القادمة إن شاء الله سنة خير وبركة ورحمة ونصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أخواننا في غزة وفي فلسطين وينتصروا على المغضوب عليهم وزبانيتهم. إن شاء الله تكون سنة خير عليهم وسنة أمان وراحة، ولا يرجع يذوق اللي ضاقوه هاي السنة، لأنه مر عليهم تقريبا 80 يوم ما كانوا أبدا سهلات، لا صبحهم ولا بالليل، الغارات دائما مستمرة والقصف والشهداء بجميع الأماكن. فنسأل الله دائما أنه يشفي جميع المرضى ويتقبل شهدائهم ويجعلهم في العليين ويجمعنا جميعا إحنا والسامعين مع الشهداء يا الله. إحنا بنقول إن شاء الله في العام القادم أنه بيبقى النصر المؤزر لأهل غزة بإذن الله. بتمنى السنة الجديدة إن شاء الله نكون منصورين بإذن الله تعالى على أعداء الله الكفار اليهود، على كل أعدائهم يا رب. بتمنى أنه هاي السنة تعدي عليهم ويخلص الحرب، توقف الحرب، واتمنى برضو مقاطعين ما نوقف بعد الحرب ونرجع ندعم الأمريكان وندعم أوروبا وندعم الجميع أنهم وقفوا ضدنا. وغير هذا كله بتمنى أنه الشباب والأطفال والنساء الفلسطينيين الغزاويين بالأخص يكملوا حياتهم، يتعافوا من اللي مروا فيه. بنتمنى لهم إن شاء الله كل خير، وإن شاء الله أنها تكون السنة الجديدة من البوادر النصر اللي إن شاء الله حتخلي غزة مش زي 2023 وزي السنين اللي فاتت، يعني بالرغم من كل المشاكل اللي بيعانوا منها ومن كل الصعوبات، بس التضحيات هاي اللي هم بيقدموها خلينا نحكي للأمة الإسلامية كلها ولكل الناس، إن شاء الله أنها تغير الواقع اللي احنا عايشينه المرير جداً.